الحقيقة إحنا سعداء نلتقي مرة ثانية في صالون الصوالين، واعتدنا في الصوالين السابقة إنه يكون المتحدث دائما سوداني، وقد نكون ناقشنا مسائل بتخص السودان، يكون إنه ناقشنا بعض المسائل بتخص السودان بكثير من التمحيص والدراسات، وجاء الوقت عشان نشوف السودان بعيون أخرى. هذه العيون قد تكون هي مولودة في قرية الضندب، أو إذا نطق الضندب الضندب، ومن أبوين مغربيين أو خواري، مش كده؟ حسب التعريف اللي قدمه أستاذ التجاني، لكن التعريف اللي قدمه لنا ضيفنا إنه هو ستيف هاور، رئيس قسم الدراسات الإفريقية في جامعة أثينز أوهايو، وعمل باحثا في مجال الدراسات الإفريقية بجامعة الخرطوم في الفترة من 81 ل 84، ثم أستاذ زائر بجامعة الجزيرة في مجال التنمية الريفية في الفترة من 87 ل 89. لديه دكتوراه في علم الاجتماع وبالتحديد في الأعمال اليدوية أو الحرفية، ولديه عديد من الدراسات والكتب على السودان والإسلام في السودان والدراسات الإفريقية، وهو ضيفنا اليوم في دردشة عن انطباعاته عن السودان. ويمكن السؤال الأول اللي بيطرح لنفسه إنه يا بروفيسور ليه اخترت السودان؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا عشان أتكلم معكم هنا في الأيوا سيتي، عشان في فترة طويلة طبعا عندي انطباعات جيدة خالص، وأنا مبسوط جدا من المجهود بتاعتكم هنا في الأيوا سيتي. المجتمع السودانية هنا في الأوسط أمريكا حاجة غريبة وممتعة في نفس الوقت. وطبعا بالنسبة لي السودان عنده حتة خاصة في قلبي، وبرضو السودان زي شغل بتاعي برضو في نفس الوقت، عشان كده عندي علاقة خاصة مع بلدكم. وطبعا الأهم حاجة لي أفتكر علاقتي بالسودان استمر فترة طويلة، حسنا قريب من 25 سنة، عشان انتم صبرين خلاص، يعني ده حاجة جميلة جدا. انتم ما إلا خالد محمد حسن ولا واحد منكم عامل مشاكل مع اللهجة السودانية بتاعي، هو طبعا يعني طوال يعني والله ده ما كلام كويس وكلام ما كويس ونحن ما نقول كده. خالد فكر هو الأستاذ بتاعي في اللهجة السودانية، وأستاذ جيد كده، بعد الكلام ده ممكن نعمل امتحان وشوف عندي يعني كم في مئة في الامتحان. لكن السودان والله كان يعني كان في تخطيط شوية. أنا كنت معلم يعني أستاذ في ثانوي في تشاد، متطوعي، يمكن أنتم سمعت عن البيس كور. أنا كنت بيس كور فولنتير في تشاد، وده كان أول مرة مشيت برا أمريكا سنة 75 كنت أستاذ في ثانوي في جنوب تشاد. وفي تشاد يعني اتعلمت، أنا كنت بحب المنطقة الناشفة في أفريقيا، منطقة إسلامية الساحل اسمه في غرب أفريقيا، الساحل طبعا كلمة عربية لكن نقول عديل ساحل في غرب أفريقيا. وخلصت من تشاد في 77 وما كنت أعرف أعمل شنو، لكن فكرة جاتني تعمل دراسات أكاديمية أفريقية، يعني بقى أستاذ، كنت عايز بقى أستاذ في جامعة ودرس عن أفريقيا مع الطلبة في أمريكا كده. عشان كده يعني قدمت ومشيت graduate school في ميشيغان ستيت، يعني درست عن أفريقيا، و ما كنت أعرف نعمل شنو في الدراسات، لكن بعد شوية جاتني فكرة أنا كنت عايز أقرأ في حتة في منطقة ناشفة في أفريقيا، في منطقة إسلامية، ده كان مهم لي،
وبرضو منطقة بتال العربي، أنا كنت عايز أتعلم عربي. عشان كده ديل ثلاثة طبعا السودان، يعني منطقة ناشفة، منطقة إسلامية عربي، وفي أفريقيا يعني السودان. عشان كده يعني جهزت لي دراسات في السودان. في نفس الوقت شوية كان عندي اهتمام كبير في التصوف، وده كان جزء من الاختيار على السودان. برضو أنا كنت أعرف السودان بلد بالتصوف. الأول السوداني قابلته في جامعة في ميشيغان، واحد اسمه محمد أحمد ابن عوف، أعتقد بعضكم بعرفه. أعتقد خالد أنت كنت تعرف محمد أحمد، كان شغال في زراعة عالية في خرطوم. وإز الدين صديق كان بعرفه برضه. يعني محمد أحمد ابن عوف برضه، يعني أنا تعلمت شوية من العربي منه. لكن غريبة، أنا بذكر أكبر مغص كان عندي في حياتي كان سنة 81. كنت في طيارة على خرطوم وما مشيت السودان قبل كده، وفجأة الطيارة قريب من المطار، وفجأة جات فكرة والله لازم أنا ماشي السودان وما بتكلم عربي كله. وذاك أنا خفت، يعني كيف يعني واحد عاش في السودان بدون عربي؟ وأنا درست الفصحى في جامعة، لكن ما في تركيز على كلام كله، بس يعني شوية فصحى وما مفيد بالنسبة للشارع وبالنسبة ونس مع الناس. لكن وصلت خرطوم وشوية يعني عرفت ونست مع ناس قاعد في أسواق في خرطوم. ويعني أنا شفت يمكن الباك جراوند بتاعي من الجامعة بيجا ظاهر، وفي نفس الوقت عشان السودانيين صبورين ما كان في مشكلة مع أتعلم عربي في شارع في السوق. ناس كثيرين أصلا وين أنت تعلمت العربي؟ أنا والله تعلمت في سوق وفي بيت الأخوان في خرطوم في الأندمان كده. عشان كده عشان بيت الأخوان العربي تعرف شوية كده، عشان ده حياة خاصة شوية. ده كان السبب لي يعني مشيت السودان على أول مرة. يعني إجابة طويلة. طيب يا بروفيسور، في سؤال دائما بيطرح نفسه عن صحة المسلمين في الدول الغربية وأمريكا. بيصلوا الإسلام عن طريق شنو؟ برأيك شنو في التجربة نفسها؟ يعني ده سؤال كبير وممتع كده. وأنا أفتكر في أنواع بدء المسلمين في غرب. السؤال ده ما أسمعه. السؤال ما أسمعه. نحن نسأل عن المسلمين من الدول الغربية وأمريكا. يعتنقوا الإسلام المواطنين من الدول الغربية وأمريكا، وكيف بيصل الإسلام وكيف بيعتنقوا بيهم؟ في أنا قلت يعني في أنواع بتاع المسلمين في الغرب. حاجة غريبة، حاجة ممتعة شوية. التصوف ذاته بقى معروف ومشهور في الغرب، وأنا مستغرب عشان في ناس كثيرين أمريكان بالضبط شوية في ألمانيا ودول ثانية في أوروبا، يعني بقى صوفي بدون إسلام. أبتكر هم أبتكر يعني التصوف حاجة بتال meditation وبتال بس الذكر زي الدرويش في إسطنبول كده، وحاجة غريبة شوية. أنا طبعاً أفتكر ما في تصوف بدون إسلام، لكن ده جزء من المسلمين في الغرب. برضو في ناس كثيرين، أنا شايف في نسوان مثلاً متزوج مسلمين من يعني متخرجين يعني من المناطق الإسلامية. ده نوع ثاني. يعني أنا قابلت واحدة تلميذتي في جامعة قبل شهر كده، وهي من أوهايو، وكان ألبس
أو خضور من إيران كده، وحاجة تقيلة بال يعني أسود، و يعني ما كان عنده جوتيات وكل شيء، وكان سخانة في أوهايو، وهي قالت أنا مسلمة عشان رجلي من تلك من بحرين، وهو عايز أنا ألبس كده، وفي نوع زي ده. وبرضو في ناس زعجوا من المسيحيين، مثلا أنا كنت كاثوليك في حياتي، وأسرتي يعني ناس كاثوليك شديد، وده برضو يعني ناس مدينين شوية، عشان كده أنا كنت متعود على الدين في حياتي في الأهلي. وفي ناس كثيرين زي ده برضو، أنا قابلت ناس كثيرين كان كاثوليك وبقى مسلمين، في يعني ده الاتجاه ثاني. وبرضو في جزء كبير في أمريكا على Black Muslims، على Nation of Islam، the followers of Malcolm X كمان، Elijah Muhammad. وأفتكر على الموضوع مع المجموعة ده ديل حاجة زي بديل على القوة المسيحية، القوة بيضة في أمريكا، في ناس بقى مسلمين على اتجاهها، وزي يعني الإسلام حق ناس سود. وأنا أفتكر كلام مالكوم إكس كان كويس، عشان كان واضح من كلامه يعني في نهاية بعد زيارته على مكة كده، مالكوم إكس كان أفتكر والله يعني الإسلام مش حق ناس سود، حق العالم كله، على ناس من أي اتجاه، أي لون، أي ethnic group. ومالكوم إكس ذاته رأيه في الموضوع. صدا اتجاه ثاني بتال المسلمين في الغرب. برضو يعني أنا سمعت عن التصوف في أوروبا زي حاجة بتال فرح، بتال meditation، زي أنا قلت في برهانية في ألمانيا. So يعني في بعض تفاصيل بتاع الإسلام في الغرب. طبعا لو في واحد عنده مداخلة أو في الجزء ده، أنا عايز أسألك سؤال لو سمحت. هل نحن نقول ستيف بلازل عشان يتكلم، ولا ندي الحرية يقول الدائرة؟ لأنه والله في الحاجات هي مهمة عند ستيف. هو الحقيقة قال يخلوها في شكل دردشة. أي دردشة هاي؟ ما عنده حاجات محددة. لا دردشة يقوله، بعدين احنا ممكن نقول بعض ذلك. بس حسب هاي من أيزول إلى تجاني، عشان أنا خايف من لا ده نقطة تجاني. ما أنا أفتكر الخط الماشي فيه دكتور محمد ده ماشي كويس يعني. أنا قلت ما بطل، لكن ما بطل، بفتكر إنه ما بندي ستيب الفصل في الدائرة يقول. نحن دايرين يقول لنا نحن الدائرة، أنا داير أقول ستيف الدائرة يقول. اتفضل. لا في هذا. أوكي. تفضل يا باب بزر. مفتوح. عليك. واصل. يعني أن. لكن. تفضل. خلاص. السؤال ستيف طبعاً كرجل يعني رجل باحث وعنده تجربة في المجتمعين المنقسمات في العالم، اللي هو المجتمع بتاع الناس المستضعفين والناس الفقراء في أفريقيا، اللي هم السودانيين بيمثلون خير تمثيل، والمجتمع الأمريكي الأبيض. فاستيف في رأيه مين من الطرفين ديل يحتاج يصحح الصورة في ذهنه على الطرف الثاني أكثر يعني هل الصورة نحن عندنا صحيحة عن الأمريكان والرأسمالية والوايت مان أو قريبة من الصحيح، ولا الصورة في أذهان الوايت مان والأمريكان والرأسماليين
عن الأفارقة والبلاكس والمسلمين منو بيحتاج to work harder to get better image؟ والله يا أخي كلنا كده لا يعني حاجة مهمة خالص خالص. طبعا أنتم هنا شجاعين عشان يعني تتعاشوا مع أمريكان كده وأنتم اتلمتوا كثير. أفتكر لو أنا سألتك أنت رأيت رأيك عن أمريكان بعد الفترة في أمريكا مش كده؟ يعني شوية كده. وبرضو يعني في تجربة بتاعي في السودان طوالي عندي أسئلة منكم عن هل في كده في أمريكا ولا أمريكان افتكر كده وواضح عندكم أسئلة كثير ولكن بالنسبة أمريكان أنا افتكر ما عندنا أسئلة كفاية. للأسف الأمريكان افتكر نحن فوق ونحن ملوك الدنيا وما ضروري نحن عندنا معلومات عن الناس في أفريقيا ولا آسيا ولا حاجة. وأنا أفتكر ده خسارة كبيرة عشان بالنسبة لي أنا والله لازم 100% اتعلمت أكثر منكم من أنا اتعلمت في جامعة وعندي دكتورات كمان. So يعني السودان كان المدرسة بتاعي كان خوتي وأنا أفتكر مفروض وشغل بتاعي في جامعة أنا أخذ الطلبة بتاعي في الاتجاه الأمريكان عشان يتعلم عن الدول زي في أفريقيا من الأفارقة كده مباشرة. أنا أفتكر ده الأصل طريقة وفي نفس الوقت طلبة كثير ما ممكن أمشي أفريقيا ولا حتة تانية عشان كده أنا بحاول يتكلم معه بالأصوات بتاع ناس من السودان ولا من نيجيريا السنغال جنوب أفريقيا ولا كده. وأنا ما I don't paraphrase أنا ممكن استعمل الكلام بتاعكم مباشرة ذاته عشان أنا ده طريقة بتاع البحث بتاعي برضو ولا استعمل أفلام ولا كتب الكلام مباشرة. So عشان كده أنا أفتكر طبعا ناس في يعني أنتم مثلاً في ثانوي ولا في السودان ولا في كينيا ولا في غانا عندكم معلومات كثير عن الغرب في منهج. لكن نحن هنا كثير منكم عندكم أولاد في مدارس هنا وأنتم رأيك شنو عن المعلومات في الجيوغرافيا ولا social studies عن أفريقيا مثلاً يعني في أنت شفت ال textbooks بتاع social studies من أولادك وفي حاجة عن أفريقيا كويسة؟ لا ما لقيت شيء. لكن مثلاً في بالي أنا النور محمد حامد مثلاً مرة كتب في واحدة من المجلات أنه هو بالرغم من تجربته الطويلة في السودان وكان يتعلم في الكلية بتاع الفنون ودرس الفنون وقضى وقت طويل في السودان لكن بيفتكر انه التجربه اللي قضاها في الجامعات الامريكيه علمته كثير جدا. يعني بنفس الغدر اللي انت قلت مثلا حصلت على معلومات كثيره جدا من السودان. السودان اللي بيجي هنا برضه ممكن يقول نفس الكلام. مشكله ثانيه ابو بكر التركيز على معلومات في الدنيا كله هنا في أمريكا في مكتبات بتاعنا. وأنا عندي طلبة كثير من أفريقيا وأنا أفتكر مشكلة كبيرة لي لازم واحد من غانا ولا نيجيريا ولا جنوب أفريقيا ولا السودان لازم ماشي أمريكا عشان أقرأ عن أفريقيا. يعني كل معلومات هنا نحن عنانين شوية بالنسبة للمعلومات في الدنيا. عندنا كتب عندنا أفلام عندنا وثائق عندنا حاجات من أسرة الاستعمار عندنا فوتوكوبيز ومايكروفيش وسي ديز ومليان أنا متأكد
في مكتبة بتاعي في جامعة، بس جامعة واحدة، أنا مدكت في معلمات عن أفريقيا أكثر من في السودان كله، في كل جامعات في السودان. وده ده ما في أدل في العالم. مفروض في معلمات أكثر في السودان عن السودان من في أمريكا، وده برضو جزء من شغل بتاعي، ترجع المعلمات على محل بتاعي. والوكيل بمعلمات ديال الطلبة بيقرأ معي، وإن شاء الله برجع على بلدهم. وأنا دائما أسمع من ستيف عن لقائه مع الأستاذ محمود، يعني كيف أول مرة قابله، كيف شعوره كان، وتجربته الطويلة من لقاء المصنع، وأني تفكر يا حسة فيها، يعني بعد تنفيذ في 85، شنو الدروس يعني أنت تستحضرها، يعني شنو أنت تفتكر كان ممكن يحصل؟ لا طبعا ده سؤال مهم، وفعلا علاقتي بالأستاذ محمود وأهله أولاده بيكون سبب لي علاقتي بالسودان تستمر فترة طويلة كده. يعني والله يعني الحمد لله أنا عرفته وأنا قبلته، والحمد لله أنا أعرف أنتم كده برضو. يعني أنا قلت لكم قبل ما شفت السودان كان عندي رغبة في التصوف، و يعني أنا كنت زي أنا ممكن أقول زي صوفي مستقبل شوي. أنا قريت ابن عربي، قريت ابن خلدون، قريت رومي، قريت بعض الكتب عن التصوف، حضرت بعض حلقة صوفية في أمريكا، وده كان من الأسباب لي مشيت السودان. وصلت خرطوم، وبعد شوية عرفت واحد زميلتي في جامعة خرطوم أمريكية، وهي التخصص بتاع الرقص أفريقي، هي كان أستاذة في دراسات أفريقية في جامعة خرطوم، وهي قالت والله يا ستيف أنا كنت في أم درمان أسبوع الفات، وأنا شفت حاجة في أم درمان، قالوا زي ذكر قدام بيت واحد، ويعني حاجة ممتعة خلاص، وبكون كويس لو أنت مشيت وتشوفه. وأنا قلت كويس، يعني ده يعني واحد ما عنده حاجة خميس جمعة في خرطوم، وأنا ممكن أمشي. لكن قبل عملت موعد عشان ماشي معها على أم درمان على الثورة، يعني قابلت عبد الله أرنست برضو في جامعة، وهو قال أي صح، يعني نمشي سوا، أنا ممكن نتقابل الأستاذ محمود. وما مشيت الذكر، مشيت مع عبد الله على يعني بيت الأستاذ، و أكلنا كسرة بملاء أم رقيقة معه في غدا، وكان ونسة ممتع. وبعدين أنا في وقت أنا كنت معزوز، كان عندي بوكسي وتويوتا بوكسي، وعبدالله قال والله يعني تجي في مسا، وممكن يعني أنت ممكن تقابل بعض الأخوان وكذا. so أنا جيت بالبوكسي بتاعي، وأنا كنت أشيل على الأخوان على حملة في بوكسي بتاعي. وبعد أسبوعين ثلاثة عبد الله أرنست قال والله يعني أنت، أنا كنت ساكن في نمرة 2، الجامعة بتاعي كان عنده مشروع عن الملاريا، وكان عنده شقة قريب من المعمل ستاك في خرطوم، وأنا كنت ساكن فيه زي الغفير بتاع الشقة.
وعبد الله قال والله بس شيل شنطتك وتسكن معنا هنا في ألف. وأنا قلت والله فكرة كويسة. أنا برضو كنت أتفتش على، أنا كنت عايز أسكن مع أسرة سودانية كده عشان نتحسن العربي بتاعي شوية. و يعني كنت ساكن في زاوية في بحري فترة وبعض بيوت بيت الأسرة، ولكن ما كان ممتع خالص وكان غريب شوية. لكن في نهاية طبعاً يعني أسكن مع الأخوان في بيت ده كان أصل الطريقة بالنسبة زول أزعبي في خرطوم. ومشيت عليف و يعني ده كان زي شهرين. وبعد شوية خالد محمد حسن بالدوة قال أنا ما عرفته ذاته، وهو جاء لي وقال لا يعني نحن عايزين خواجة في عليف عنده عبد الله ونحن عايزين واحد برضه، so شيل شنطتك و أنت تجي معنا على جيم بقوة كده. ما كان عندي أي اختيار كده، بس ومشيت جيم مع خالد. وبذكر ناس جيم طبعا عندهم في دين فيه وأكل فيه مش كده. وعلي طبعا يعني دين فيه أكل ما فيه. كان كويس. وأنا بقى سمين شوية من الفترة الصوفية صعبة في الألف. أنا بذكر كان الأول رمضان بتاعي زي مسلم يعني كان شاري ستة في خرطوم، وكنت ساكن يعني كان عذاب أديل يعني كان شاري ستة. كان رمضان ما صمت قبل كده وكنت في بيت الأخوان علي يعني ده كل تفاصيل بيت العذاب يعني أقعد من أبو غيب في بغداد ذاك كده. وبذكر يعني طبعا القصيدة في بيت الأستاذ يعني يمكن في 15 نفر في الصينية، وعايزول عندهم ملاقة سريرة كده. أنا كنت مسكين وما في فرصة لدخل العصيدة، وكنت جرت خلاص في رمضان. وبعد فطور يعني نمت طوال كده وما قلت إلا في فطور يوم ثاني. لكن كان طبعا تجربة جميلة جدا جدا. لا أنا نسيت الصوازات الكانش. على الأستاذ صح أوكي. ويعني حاجة ممتعة طبعا. أنتم طوالي قلت والله لازم. أنا بذكر متوكل كان صاحبي في فترة ده، وقالوا كثير يا ستيف لازم تعمل علاقة خاصة مع الأستاذ. وأنا شفته بعد شوية أي واحد منكم كان عندكم علاقة خاصة مع الأستاذ. وأنا مستغرب عشان مجموعة كبيرة، وهو بعرف التفاصيل بتاع الأسرة والتاريخ بتاعكم وكده. وطبعا أنا زول غريب شوية في مجتمع، لكن كان عنده علاقة خاصة حتى معي. أنا بذكر كان الأستاذ يعني كان وادي خالص كان معروف. أنا كنت بحب رفاعة ومشيت كتير. و بذكر يعني أي مرة أنا مشيت وسلمت على الأستاذ قال الله سلم على الشيخ طه. ويعني بقى زي نكتة بينا كده، و حاجة ممتع شوية. و طبعا الموضوع كان أنا يعني أي واحد منكم كان زي وكيل بالنسبة لي، عشان العربي بتاعي ضعيف طبعا. و أنا ما كنت شغال كويس في المجموعة كبيرة بالنسبة للمحاضرات ولا كلام في جلسة كده. لكن
لو أنا قاعد مع واحد من الأخوان من الأخوات وفي ونسة خاصة بيني وبينه أنا ممكن أفهم الموضوع وده كان الطريقة بتاعي يعني يوم تاني أنا ممكن أقول لواحد الأستاذ قال شنو ولا ده يعني شنو ولا المعنى بكلاش كان شنو وشوية شوية اتعلمت بعض التفاصيل بتاع الفكرة لكن في نفس الوقت أنا أفتكر الأهم حاجة بالنسبة لخبرتي في التدريب بتاعي زي جمهوري كان حاجة عملية كده أنا كنت ساكن في بيت الأخوان عشان كده ده مدرسة خاصة لفكرة جمهورية ومنهج جميل جدا بتاع فكرة جمهورية يعني ده فكرة جمهورية صافية تقريبا في بيت الأخوان ويعني أنا تعلمت كثير من النشاط بتاع الأخوان الكلام بتاع الأخوان الحركاتهم خاصة المعاملة بين الأخوان العلاقات بين الأخوان حاجة جميلة جدا أنا ما شفت حاجة زي ده قبل كده وكان بالنسبة لي أنا بذكر مثلا ونسة معك يا بدر الدين عن هل ده فكرة جمهورية ولا ده حاجة سودانية كده ولسه أنا ما متأكد أنا يعني أنتم فكرة جمهورية حاجة جميلة جدا أجمل حاجة أنا عرفته في حياتي لكن في نفس الوقت ده حاجة سودانية تمام وما في يعني بقول بالإنجليزي ما في daylight بين ما في ضوء بين الفكرة الجمهورية وبين الطبيعات السودانية في فكرة النظرية يمكن ده الموضوع يعني الفكرة السودانية حاجة نظريا لكن الفكرة الجمهورية operationalization ولا حاجة عمليا من الفكرة السودانية كده ويعني الفكرة الجمهورية حاجة أفريقية حاجة سودانية وده كان الأجمل حاجة يعني أنا أجنبي أنا أمريكي أنا ما سوداني وفي نفس الوقت أنتم يعني بيوتكم مفتوح عليه قلوبكم مفتوح عليه وأنا يعني اتعلمت كثير عشان كده وتجربة خاصة خالص بس قصة شوية يعني مرهقة علشان بالنسبة لك يا ستيف أنت أمريكي صح ومتشبع بالثقافة والحضارة الأمريكية وقلت أنت رحت على السودان شنو الدوافع اللي خلتك تخش في العذاب ده يعني هل 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 اقتناع ولا في حاجة خاصة بك انت قلت انت رجل متصوف فهل هذا هو يعني دفعك انك يعني انت اللغة كانت مشكلة بالنسبة لك اللغة كانت مشكلة المعيشة كانت مشكلة اول وجبة اكلتها من ريدة فدي معاناة شديدة جدا الحمد لله لذيذ بس انا عاوز اعرف يعني ايه الدوافع الداخلية خلتك انك انت يعني تماسك يمكن برضو يعني طبعا موضوع ثاني هنا انا زول غريب شويه عندنا هنا في امريكا يعني ناس تخصص عن الحياه برا امريكا وانا زي يمكن زي anthropologist كده ده جزء من الموضوع برضو انا كنت جاهز لتجربه كامله أنا ما كنت عايز أسكن في الفندق هيلتون وأعمل صور بتاع السودانيين من الشباك بتاعي أنا كنت عايز أفهم الحياة بتاع السودانيين من التجربة خاصة ذاتها كده وما في
اختيار إلى أسكن مع السودانيين و اتعلم اللغة بتاعهم عشان أنا ما كنت عايز بشتغل مع مترجمين كان عندي كثير يعني صاحبي شامس معارف بخيت كان شغال معي في بحث بتاعي عن الخرفيين وواحد من الأخوان قال والله يعني شامس أنت تمام مترجم أنت تمام ترجمة من العربي بطال بستيف لعربي كويس كده يعني ده عشان شامس ما بتكلم إنجليزي ده كان الموضوع لكن هو كان صبور برضو يعني كان أفهم العربي بتاعي وده كان حاجة تمام أنا شفت شامس شاري واحد ده الأول مرة في زي 15 سنة ده كان حاجة جميلة جدا يعني الإجابة أنا بس كنت جاهز على الدخل على المجتمع السوداني وفي نفس الوقت أنا أفتكر نقطة مهمة في دول كثير في الشرق الأوسط في شمال أفريقيا في أفريقيا في آسيا ما ممكن عمو كده لكن أنتم ناس مفتوح و الأهم حاجة في حياتكم ده الكرم عشان كده أنتم تهيب الضيوف ويعني الحركات بتاع الضيوف أنا يعني تعبان من الكرم أنا قلت أنا ضحية الكرم السوداني يعني تفضل تشرب شاي تفطر يعني تتغدى غديت يعني والله يعني امبته و يعني ديك جلبيه ديك فرشه ديك والله ما يعني الكرم السوداني حاجه صعبه خلاص و you can't escape from it I mean that's kind of well my point is that and there are a lot of places where you can't do that so it was انا راجل مزوز خالص هل كانت أول تجربة لك؟ يعني أنت كنت مستعيد عشان تعيش تجربة كاملة. هل كانت أول تجربة لك السودانية ولا you tried somewhere else؟ لا، هي ده سؤال كويس يا أبو بكر. في تشاد أنا كنت أستاذ في ثانوي، لكن كنت ساكن في بيت براعي، كان عندي بيت بتاع المعلمين في غرية، وطبعاً الطلبة بتاعي يعني أولاد تشاديين. لكن يعني تخش البيوت بتاع التشاديين قليل جدا ودائما انا اكلت براي في بيت ومشيت السوق عشان اشتري حاجات لكن ما بتكلم اللغه المحليه كان بتكلم فرنسي معهم وده برضه كان بسيط عشان الناس ما متعلمين عشان كده ما دخلت المجتمع التشادي زي السودان انا كنت جاهز ويمكن كنت عايز حاجة زي ده عشان ما كان عندي تجربة زي ده في تشاد كنت مشتاق طيب يا بروفيسور انت كباحث وكدارس في المجالات الإسلامية بالتحديد في التجربة الإسلامية مرتبطة في نفس الوقت بتجربة إسلامية ممكن نصفها بأنها مستنيرة مرتبطة بحركة فكرية ده بخلينا نناقش معاك الواقع الديني في السودان. تدينا ملاحظتك على تجربتين في السودان عايشتهم. مجموعة سلفية ومجموعة مستنيرة. والانطباعات اللي طلعت بيها من التجربتين. وطبعا ده سؤال خطير شوية وأنا ما عايز أدخل السياسة السودانية كده ما عندي جنسية سودانية و لكن هنا نحن في أمريكا في السودان الدين برضو سياسة ما في فرق بين الاثنين في نفس الوقت بالنسبة للمسلمين في السودان الدين مهم خالص يعني يا سلفي يا يعني
ناس جبهة، ناس وحابي، ناس قدرية، يعني أي اتجاه في السودان الناس بيحبوا الدين بتاعهم. وأنا شايف حتى مع الجمهوريين ناس قليلين جدا جو من ناس بدون دين، يعني أغلبية بتاع الجمهوريين جو من يا ناس الجبهة، يا ناس طريقة صوفية تانية، يا بس يعني أسرتي مدينة، ويعني أنا عرفت الإسلام من أبوي في بيت كده، يعني ناس قليلين يعني ما كان عندهم أي اتجاه دينية. عشان كده أنا أفتكر يمكن الفكرة الجمهورية صعبة شوية، عشان لازم تقرأ، لازم تناقش التفاصيل، لازم تدرس التفاصيل بتاع الفكرة الجمهورية، لازم على أهم حاجة يعني الفرق بين السلفية وبين الفكرة الجمهورية أفتكر بالنسبة لي، يعني ده بس رأي خاص بتاعي، يعني أنا شايف ما الكل اتجاهات ثاني، يعني إسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص، أنا أصلي 5 أوقات بيوم، أصوم رمضان، أعمل زكاة، يمكن أمشي حج وكذا. لكن مع الفكرة الجمهورية يعني الاحتمالات مفتوح، وأنت تمشي لله، وده زي منهج، ده برنامج، وده إنتاج مجهود، وأنت ولو أنت نفس يعني أنا أفتكر بالنسبة للسلفيين أنت أنت مسلم يوم الأحد، مسلم يوم الاثنين، مسلم يوم الثلاثة، مسلم يوم الأربعاء إلى آخره. لكن مع الفكرة الجمهورية أنت مسلم يوم الأحد، ومفروض أنت مسلم يعني نظريا أنت مسلم أصلا يوم الاثنين، أنت مسلم أصلا يوم الثلاثة، وشوية شوية أنت بيجزول أصلا، يعني في إتاج مجهود. وأنا شايف ده الفرق بين بالنسبة للنظريا كده بين السلفيين وبين الفكرة الجمهورية. رأي بتاعي حاجة متقدمة خالص ده الفكرة كده. استيف انت تحكي لنا قصتك، قصة الوفد المجاد عبر معنا عوضة كريم موسى. طبعا خالد زي هو شغال في مكتبة القصة ستيف كده الوثائق بتاعي، يعني ده كان مهم بالنسبة كيف أنا تلمت عن التفاصيل بتاع الفكرة. الأول مرة مشيت وافد كبير كان على عطبرة، وفي زي شهر 8/82، و يعني مشينا بقطر طبعا، ورئيس الوافد عبد الكريم موسى ومعنا كروما و يعني اثنين من مصر، ياسر شكري، وواحد كان جاسوس محمود مكي، وأنا، وفي ناس تاني زول ظريف ده من هدندوي، من اسمه منو؟ مسكين كده، زول مسكين، بسم الله، ما أي أوشيك نو هو سوري مش الكبير سوري ده أوشيك أوكي أوشيك أنا مع أولاده برضو. و يعني الوقت كان ممتع، وبذكر كل يوم كان في ممبر في سوق عطبرة، و انتباعات واحد من الجمهور قال والله الرسالة تاني فهمناه، لكن الخمر ماله
الخلب ماله. الخلب ماله. يعني نحن كلنا لونا فاتح شوية. لكن في نهاية أفتكر الأهم حاجة أنا تلمته، أنا كنت مستغرب يعني في آخر الوقت، يعني أكبنا القطر في الأطبرة ورجينا خرطوم، وأنا كنت أفتكر والله ده طبعا رحلة كعبة في درجة ثالثة، أنا كنت وسخان خلاص، يعني تراب ورملة ويعني أرغان وعطشان وكل شيء، وأنا كنت أفتكر والله نوصل للمحطة ونمشي بيت ونستحمى وكل شيء كده. لكن طبعا مشينا من المحطة لبيت الأستاذ عشان نعمل جلسة الانتباعات طوالي، وأنا كنت والله لازم يعني. So برضو أنا كنت أفتكر والله يعني عشان أنا يعني أجنبي وكده زي ضيف هنا، أنا بكون الأول واحد في الانتباعات، وكنت مستغرب خلاص أنا كنت الآخر واحد. وأنا قاعد يعني تعبان ووسخان يعني في برش في الحوش على الأستاذ بيت الأستاذ، وانتظر كلام كثير من عبد الكريم موسى وكل الناس في الوقت، حتى المصريين كان قبل هذا كده. ليش يا مصر حقت أمريكا وكل قروش في مصر من الحكومة الأمريكية، ومتأسفين لو في أي مصريين. so أنا في نهاية يعني أنا كلمت عن انتباهاتي وتكلمت يعني. يعني أنا زي عشان أنا كنت الآخر واحد زي والله أنت معنا هسا، أنا فهمت ده، وأنا كنت أفتكر يمكن يعني ده ما كويس، لكن بعد شوية يعني عرفته يعني ده حاجة كويسة، يعني أفتكر أنا ما ضيف، أنا واحد من الأخوان وده حاجة كويسة كده. ده كان الموضوع، ده قصة أطبرة. أنا عرفت من ستيفن وهو عمل كتاب عن الإيدز في أفريقيا، وأنا برضو مشغول بفكرة أنه الإيدز في السودان بيقولوا منتشر، وأنا في مشكلة لأن الحكومة ما عايزة تعترف. فلو من خلال قراءة ستيف يعني الفرق شنو يعني بين الحكومة تعترف أو ما تعترف، يعني الخطر على الناس في السودان والمشكلة عموما، يعني لو تكلمنا شوية عن الإيدز في أفريقيا، مقارنات الدول والسياسات المختلفة. Well, I have to switch to English to talk about AIDS. يعني H نبل عربي زاطر. AIDS. بعين ولا ألف. يعني I think the biggest problem is that with countries like Sudan too is the issue of stigma. That people are afraid to talk about AIDS, and this becomes kind of a national obsession in some countries that fear that our national reputation will be ruined if we admit that we have anybody with AIDS here. And as a result of the secrecy, people of course are reluctant to seek treatment, which just all it does is increase the incidence of AIDS. So it's a big problem if there isn't openness in discussing it. And I was surprised, for example, I teach a lot of African students at my place, and there was a poster on the wall in Athens, Ohio at the university, and it had pictures of people with AIDS, which is a common expression for that now, PWA, people with AIDS. And these students were very surprised. They were all from African countries that anybody would advertise the fact that they had the disease. And but this is part of the problem, that if we don't talk about it openly, we're not going to be able to
treat everyone who has it and stop the spread of it. So stigma is the big problem right now. And that's what countries that are hiding it, like Sudan, stigma is the big issue. You know, why? Of course, it's part of the national consciousness. We're an Islamic country, and we would never have sex outside of marriage and so forth. So it's sort of living in a false reality too. So. Excuse me. No. What is the percentage of Sudan? لا ما ما معروف رسميا ما معروف يعني بدر الدين كبير قال يمكن في قريب نص مليون لكن مواطن لكن السودان ما عنده معلومات رسمية الحكومة معترفة ب 8000 رسميا السودان reports to the UN that there are no AIDS cases. That's what the official statistics are. If you look on the UN AIDS website, Sudan shows no AIDS cases. طيب عشان ما يكون البروفيسور ده هي الكلام السوداني بس مش بس اللي ثاني طيب انا اخر كلام بتاعي انا مبسوط جدا في زيارة ده عشان يعني يقول الحمد لله السلامة على الأخ أبو بكر أنا سعيد جدا من أشوف بعض الحادث بتاعه والناس هنان وأسرته كده وأشوف إن عامنا وكلكم كويسين وأشوف بدر الدين هنا في أيوة تاني والحمد لله سلامته كويس دكتور فايزة Oh, another question. Okay. Yeah. شنو كان علاقتك بالأكاديميين الغربيين من أمريكا وإنجلترا وألمانيا اللي كانوا موجودين في جامعة الخرطوم وفي مؤسسات وفي المستشفيات؟ كان لهم علاقة ولا أنت كنت قاعد في التليفون بس أي يعني ده سؤال ممتع شوية. أنا ما كان عندي علاقات معهم. يعني أنا الأخوان أمسكني كده وأنا كنت مسكين يعني ما كان عندي تجربة مع الكثافة السودانية برا المجتمع بالجمهورين كده ما أنا ما فتشت على علاقات مع الأمريكان ولا غربيين تاني ما كنت عايز يعني ده ما كان جزء من برنامجي وبرضو كنت شغال يعني 24 ساعة 7 أيام بأسبوع أنا اللغة بتاعي ودراساتي وبرضو أنا الدين بتاعي برضو يعني بين الأخوان كان خلوة تمام وبرضو وأنا كنت مبسوط كده ما كان ضروري أعمل علاقات ما يمكن تجربة بتاعي بكون مختلفة يعني كان عندي عشان كان عندي منها من الحكومة الأمريكية كان عندي شقة في تذكري على the Ford Flats في جامعة ورا تذكر كان ورا الدراسة الأفريقية كان في بلوك بتاعه فورد مؤسسة فورد عمل زي يعني شقق للأمريكان وكان عندي شقة في مشروع ده لكن أنا ما كنت استعمله كله أنا مشيت مرة وكان مليان بتراب وعنكبوت وكان حتة سيئة خلاص طيب نعكس السؤال حبيبي انت كنت عندك سؤال واحد بس وهسه نحن في مشاهد فرصة يعني نمرة 20 دقيقة ايوه يعني انت ملاحظ انه
ستيف يعني في الفترة الأخيرة 20 سنة أنا جاي قلت له كده يمكن أكثر واحد زار الجمهوريين شخصيا في أماكن كثيرة في العالم يعني لف في أوروبا وفي الله أكبر الله أكبر يمكن برضه من أكثر الشخصيات تطورت علاقات شخصية فردية مع نماذج مختلفة من الأكوان الجمهورية يعني كل جمهوري مختلف يكون عنده قصة طويلة في العلاقة وكذا فأنا عايز أسأل ستيف يعني شنو على الشخصيات الناس دي أنا لاحظت أنه ناس مختلفين كثير في طبيعيهم ومختلفين في اهتمامات ومختلفين كيف في كذا وستيف عنده علاقة شخصية بكل واحد مستمرة زمن طويل فشنو النماذج اللي لفتت نظرك في الجمهوريين والشخصيات اللي خلتك يعني من تجاربك معاهم الشخصية يعني براءتك الشخصية هاي ده سؤال برضو ممتع يا بدر الدين واحد أنا كنت مبسوط وفخور يعني مثلا نزور أحمد مصطفى مبارك في بوكس هيل في إنجلترا كده حتى معزولة بعيد من لندن و ما في سوداني تاني معه في المنطقة إلا زوجته طبعا وفي نفس الوقت يعني أولاده يعني سودانيين جمهوريين تماما وأنا كنت مبسوط خلاص أشوف ناس يعني برا المجتمع لكن في نفس الوقت بنت أمين اسمها سمية أمين و أحمد مصطفى يعني مجهود كبير يعني عمل تربية الأولاد على طريقة سودانية جمهورية في حتة معزولة ده وده يعني أكبر انطباعاتي هنا طبعا أنتم كثيرين شوية وعندكم فرصة ل الأولاد قبل ما بعض وبرضو أنا مبسوط من افتكر الأولاد بتاع الجمهوريين عندهم حاجة في بيلتوك يوم الأحد أنا كنت في هولندا مع ناس محمد الفاتح وشفته ميلاز بنته بتكلم مع أخوان في أمريكا والخليج وكده ده حاجة جميلة برضو يعني لسه أنا شايف أنتم no matter where you are كده يعني أنتم حط مجهود لتربية الأولاد وده أهم حاجة ده بكون أكبر انطباعاتي التربية الأولاد وطبعا ده استمر في السودان و ده أجمل حاجة شوف يعني الجمهورين ما تخلص لما أنتم ما في يعني تك أولادكم استمر الفكرة إن شاء الله يعني كده فجاني أنا عندي سؤال ما ممتع ستيف مش السودان قالك وراء التصوف يبحث وراء التصوف والخلوة يتكلم عنها وعندنا في السودان الناس اللي بيدخلوا الخلاوي بيدخلوا المغارات المغارة هي زي الكهف كيف فلما نجي في الجبال داخلين الكهف بيلقى دبيب كوبرا واقف بيمسك الدبيب من راسه بيدخل بالكهف مع ستيف يمشي الجامعة يدو شقة في عنكبوت يخليها ويجي ماري والله أنا ما جعلي أنا أمريكي مسكين ساك يعني ده برضو ده جزء صعب يعني والله يعني طوالي أنتم برضو في منافسة يعني بالنسبة
انا راجل اكثر منك ولا انا مدين اكثر منك، يعني في شويه من ده وده ممتع، لكن وبرضه يعني في ناحيه اعمل حاجه كويسه، لكن في نفس الوقت برضه متعب شويه، يعني المنافسه طوال كده. انا ما كنت منافسه، انا بس كده. اوكي كويس. شايف طبعا الفكره الجمهوريه معروفه انه يعني ادت تغيير كبير لدور المراه. يعني حتى شايف حتى لما تتكلم بدردين هناك بيقول لك علاقتك بالجمهوريين يعني حتى ما قال الجمهوريات. ايوه. فدي انا خلي لي حته مهمه جدا جدا. صح. حددت لنا عنها شويه. ايوه. في شيء ثاني اللي هي عمليه بتاعت انت تفطع يعني يكاد يكون نقطه مع الاخوان الجمهوريين لمناطق كثيره في السودان. فهل حسيت في فروقات ما بين مثلا الشرق والغرب الشمال والجنوب الناس اللي بيقابلوك يعني؟ لا الأول سؤال يعني ممتع كده طبعاً. جزء من الفكرة طبعاً الدور المرأة و الفترة في بيت الأخوان طبعاً ما أديني الفرصة لأتونس مع الأخوات، لكن الحمد لله كان عندي يعني أنا أفتكر قبل حياتي ده حياتي زمان كان عندي كنت ولد في رفاعة وزرت رفاعة كثير يعني أنا يعني بقى متعود على ونسة مع الأخوات يمكن في رفاعة وحتى يعني يعني بذكر في أيام الحركة كان في حاجة ممتعة خلاص الأخوات في رفاعة مهاجر عودة وسواد أحمد وكان عندهم جلسة سبعية براو كان بيقرأ الكتب بذكر في فترة كان الأخوات ديل كان بيقرأ براو هذا هو الصادق المهدي وده كان ممتع عشان بعضهم افتكر كان أميات كمان ولكن الأخوات متعلمات كان بيقرأ الكتاب والثانيات كان يناقش النقطات وطوالي في شغل بتاعي أنا بيقول يعني لو أنت أمي ما معنى أنت ما متعلم وده كان واضح من الجلسة السباهية مع الأخوات في رفاعة ويعني ما كان عنده مشكلة أنا أدخل الجلسة وقايد معهم وبسمع النقاش وكلام ويعني في رفاعة أنا أدخل المطبخ وأتونس مع الأخوات في ما شغلت طبعا لكن أنا يعني أنا كنت أشوف الشغل صعب بتاعهم وعرفت الحياة بتاع النسوان الأخوات في السودان خاصة البداية كان في رفاعة وأنا يعني عشان اتعلمت كثير في رفاعة أنا ممكن بعدين أزور بيوت تاني في حتات مختلفة وأشوف المقارنة ولا أعرف التفاصيل بتاع الحياة بتاع الأخوات so أنا أفتكر النظام بتاع الفكرة الجمهورية أداني فرصة لبرضو شوف على جانب بتاع النسوان في السودان وده كان مهم خالص. سؤالك الثاني كان شنو؟ الثاني عن المناطق المختلفة في السودان يعني زرت أنت مناطق كثيرة ففي خلافات يعني؟ والله يا أخي أنا تجربة السودان كبير جدا و التجربة بتاعي مهددة شوية أنا أكثر حتة شمال أنا شفته كان أفرة أكثر حتة جنوب أنا شفته كان يمكن كنانة أكثر حتة شرق شفته يمكن كسلة وأكثر حتة غرب شفته كان سوق ليبيا so, التجربة بتاعي مهددة شفت غرق كثير ولكن يعني
أنا ما ممكن أقول الحياة في لاتفورا مختلفة تمام من حياة في كنانة كده. طبعا من كنانة يمكن عشان ده هي التخصص، لكن أنا ما شفت اختلافات كتير. نعم تفضل يا سيد. أنا بتذكر ستيف زمان أيام الحركة، أنا الأخوان بيسألوا دائما يقولوا لي يعني أنت بقيت مسلم وليه ما غيرت اسمك من ستيف ليه أنت إسلامي يعني محمد ولا عبد الله ولا كذا، فهو كان مشى اشتكى للأستاذ من المنظمة، فلو حدثنا عن تجربته لما هو اسم زي عباس كده يعني إنه الأستاذ رد وكان شنو ليك، وكان أنا سمعت انه في حاجه زي دي، لكن ما متاكد. يعني عندي زي يعني اسم اسلامي بني وبين الله، لكن في نفس الوقت يعني عندي اسم من ابوي، وما ممكن اتري علاقتي مع ابوي بس عشان بقي مسلم. يعني اسلام حاجه داخليا، انا ما سوداني، انا ما عرب سوداني، انا ما عربي. أنا أفتكر الأسماء عربية جميلة جداً خالص، لكن لو كان اسمي داود هاورد ده بيكون غريب شوية في المجتمع بتاعي، الشغل بتاعي هنا. وبرضو زي أنا قلت يعني أنا فخور من اسم أبوي وده اسمي، وإسلام حاجة داخلياً، ويعني ما أحتاج ليبل كده. وأسماء يعني جزء من الثقافة بتاعتكم برضو، وأنا ما أتشارك الثقافة بتاعتكم، أنا أمريكي، so ده الصبر. أنا دارعك لما أنت حدثت الأستاذ بالكلام ده، عندك في قصة كده يعني سمعتها لكن ما قلت قصة يعني نقاش بيني وبين الأستاذ. بس أنا قلت للأستاذ الأخوان قالوا لي ليه ما غيرت اسمك. أفتكر كان عندي نفس الكلام على الأستاذ. يعني الأستاذ قال يعني ده ما حط يعني ما سنة، يعني ما ضروري. يعني الاسم أسماءكم جميل خالص، لكن ده من ثقافة بتاعتكم. يعني خالد، محمد الحسن، محمد خير، إبراهيم، ده جينيالوجي بتاعه. وأنا لو اسمي خالد ده اسم جاء من وين؟ يعني أنا ما عندي أي واحد في أهلي اسمه خالد للأسف كده. طيب يا بروفيسور، ممكن تدينا ملامح على الكتب والدراسات اللي عملتها؟ والله يعني كتبت كثير عن الصوفية في السودان، التعليم في أفريقيا، العلاقة بين التصوف وبين التعليم. كتبت شوية عن البيوغرافي بتاع الأستاذ ذاته. عندي حاجة عن زي introduction على حركة الجمهورين. يعني عندي حاجات زي ده. وهسه شغال في كتاب عن الزهرة الاجتماعية بتاع الأخوان الجمهوريين كده. طيب بروفيسور، ممكن تدينا ملامح على الكتب والدراسات أنا؟ ستيف كأستاذ هنا في الجامعات الأمريكية ودرست في الجامعات السودانية، شنو الاختلافات بين الجامعات الأمريكية والسودانية؟ ويعني دور ستيف شنو في دعم الجامعات السودانية؟ هل يستعملون في الجامعات السودانية؟ الفرق بين جامعة بتاعي وبين جامعة بوتانا؟ والله طبعا يعني أنا قلت كبير، يعني الفرق بين عندهم وما عندهم بقى أكبر كل يوم، وما في عدل في العالم. يعني الجامعات في السودان مساكين خالص. إلا أنا كنت مبسوط من جامعة أفهاد، يعني ده حتة جميلة والأساتذة مبسوطين وشغل بتاعهم كويس. في أنا زرت جامعة جزيرة شهر واحد أفهاد،
وده كان ممتع. في شوي تطور من يمكن النص التسعينات كده، لكن يعني الجامعات في السودان تهج علاقات مع العالم برا، يعني ده أعتقد بيكون مهم، exchanges وكتب وعشان برضو بالنسبة لي إسلام العربي 100% ده برضو مشكلة بالنسبة للدراسات. بالنسبة أعتقد أنا سمعت يعني ما هستمر في حسب جامعة جوبا وجامعة واو وبارا غزال ولا يعني الجامعات في جنوب استعمى الإنجليزي أفتكر و لبولو أقبى شوية للعلاقات مع العالم، لكن الجامعات في السودان تعبانة. ما بتوارن لكن ده بيوري ان السودانيين امكانياته كبيره جدا، لانه بيجوا الجامعات الامريكيه وبعد بيتفوقوا. طبعا. طيب في الختام حقيقه ما عندنا غير نشكر البروفيسور ستيف هاورد على هذه الانطباعات الجميله والجيده، ونتمنى دائما ان تكون صلته بالسودان قويه وبالجاليه السودانيه وبالجاليات السودانيه كمان في كل الولايات المتحده. واكيد انه لو قدرنا الناس تكون شكل بتاع صله ثابته بين الشعبين الامريكي والسوداني في دعم عمليه التنميه في السودان، ممكن البروفيسور اشار لمساله احتياجات الجامعات في السودان كمساعد لمساله علاقات والاكسشينج مع الجامعات في دول العالم الثاني، وقد يكون مدخل جيد لنا البروفيسور وضعه حسي. ونشكركم على الحضور. السلام عليكم. شكرا جزيلا.